أو النقطة الثانية توحيد المؤسسات العسكرية في حال لم تتوفق الحكومة الوطنية الحالية في ذلك. أنت ما تترشحش، قصدي هذه ملاحظة نقدر نضيفها ونخدموا عليها. وبارك الله فيك. يعني يقولوا الشمال بعدين الجنوب بعدين يجوا ليبيا، نقولوا ليبيا ونقولوا غاد، يعني وانت غاد باش اي ناشط مدني في مؤسسات المجتمع المدني نقول عليه فعلا يلتقي لان يكون في الانتخابات او يكون في. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم الجلسة الحوارية الأولى لمنتدى حوار الشباب ببلدية غات تحت عنوان مشاركة سياسية للشباب. طبعا تحدثنا عن عدة محاور منها قيادة الشباب لحملات توعوية للانتخابات المقبلة، وأيضا أولوية الحكومة المنتخبة، وآخر المحاور كانت تتعلق بترشح الشباب للانتخابات المقبلة. الحمد لله كانت مخرجات جيدة جدا، حضور مكثف من جميع بلدية أو مناطق بلدية غات. كل الشكر وتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المجلس وهذه الحوارية التي تحث الشباب على المشاركة السياسية. مرحلة الآن ننظر إلى الشاب أنه هذا ابن فوق على هالباب برامج مش الانتخابات بس. ده شنو السبب اللي مخلي مثلا الشباب عندنا فئة كبيرة من الشباب بدون خوضوا في المجال السياسي وبدون وعي سياسي ينتشر داخل منطقة في المجتمع، وما نقدرش احنا نقصوه على المجتمع. يعني يعني الشباب يقضوا على الصوت، احنا الشباب كثيرة كيف قضوا الانتخابات في السوشيال ميديا. واخر نقطة ممكن ان نتطرق لها، يعني ان لازم ان يعني ما تشوفش فيه ان هذا تقصير من اهل الجنوب نفسه. يعني بمجرد ما تذكر الجنوب في ليبيا كيف اعطيك مع سلبوا منا وطنيتنا مقابل مال مع ما همنيش والله شباب. لكن قصه وين قصه ان لا احنا شباب محتاجين لتوعيه. تم استغلالهم من لوبيات من المنطقه الشماليه يعني واستعطفوهم.